الدراسي ولا هيلغي العام الدراسي خلاص خلصت، حطوا انه هيلغي تاريخ 15. لا لا الغاه اكيد، وضع خطر لدوام الطلاب. استنى احنا القرار اول شيء. توقعاتك انت يدحق واحد من التربيه؟ توقعت. نستنى توقعات ان شاء الله المرحله من الصف الاول للصف الحادي عشر انهاء الدراسه. الثاني عشر للحين ما ينهي الدراسه. اكيد. لانه كلياته قاعد بيرجع على الطلاب. قاعدين بالضعف، ومن شغله الاونلاين والتواصل عن طريق الدراسه عن طريق الاونلاين مش الكل قاعد بيتبعها. لكن بعود هذا كلياته على المدارس، المدارس بتضلها احسن. لكن حاليا في الوضع اللي احنا فيه صعب شوي. والله اتوقع الغاء العام الدراسي. لا والله ايد الغاء. مو من الصح اني ايد ان تكون في دراسه، على اساس الفيروس لحد الان موجود. ولحد الان لا لغوا ولا لقاح ولا شيء، والمرض لحد الان منتشر عندنا، يعني بكره يصير خطا بالدراسه اذا كان حاش الفيروس للطلاب. والله انا اتوقع ان شاء الله العام الدراسي ان شاء الله هاي النهايه، لان تعرف انت الوضع الحين مو عارفين وين راح نوصل له. الوضع الحين كل يوم يطلعوا له قرار، الصحه العالميه قرار، الدوله قرار. انت دائما تحذر حذر الدول المجاوره، الدول المجاوره كلها نهايه العام الدراسي. حتى الصف الثاني عشر ممكن بكره ترجعهم للدراسه تلقى راح ينشر المرض، شو راح تسوي؟ يصير أكبر كارثة إنسانية. والله أتوقع الغاء أحسن، أريح تكون. والله إن خالط الناس وفي يعني صغار وفي يعادون بعض وهذا مو حلو، أتوقع إنه يلغونه أحسن. يعني دول برا كلها لغوا إلا إحنا بقينا صراحة. أنا أتمنى إن يلغونه وتكون أريح وأحسن صراحة. الغاء عام الدراسة من الوباء وراح تصير كارثة كبيرة أكبر من اللي جت. غاء الدراسة خلاص، أحس العيال نسوا كل شيء وما في فايدة. حتى لو بيردوني بيردوني بطريقة خاطئة مو صحيحة، والمنصات التعليمية اللي راح يسوونها ما حد تدرب عليها، ما راح يقدرون يمشون مع الطلبة المدرسين. لا الغاء الدراسة، بس المفروض ينجحون، الوضع كورونا خلاص المفروض ينجحون.